أكثر من 1650 مرشحا في 15 دائرة انتخابية أنهوا حملاتهم في السباق إلى مجلس الشعب السوري. يوم للصمت الانتخابي يسبق فتح الصناديق في الساعة 7 من صباح الأحد حتى 7 مساء ضمن آلاف المراكز الانتخابية. الانتخابات حسب ما نص عليها قانون الانتخابات تبدأ الساعة 7 صباحا وتنتهي الساعة 7 صباحا مساء عفوا. ممكن عند الضرورة تمديد الانتخاب بالنسبة لمركز أو أكثر من مركز انتخابي حسب الضرورة، حسب ولا ساعة معي لخمس ساعات، يعني الحين لجنة القضائية العليا ممكن تمدد لخمس ساعات. استعدادات راعت ظروف مواجهة وباء كورونا بالتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية والإدارة المحلية لتوفير ظروف انتخابية بمعايير شروط السلامة الصحية. تأمين الحضور، تأمين الأقلام، تأمين المراكز، الغرفة السرية، تأمين المستلزمات جميعها تم تأمينها بشكل كامل وتوفيرها بكل المراكز الاقتراع وتوفير المستلزمات الطبية لتأمين السلام العام والأمن الصحي للناخب وللفريق الذي له علاقة بالعملية الانتخابية، إذ أن العملية الانتخابية ستتم وفق شروط ومعايير صحية. اللجنة القضائية العليا بالتعاون مع المحافظين أقامت مراكز انتخابية لأبناء محافظتي إدلب والرقة في ريفهما المحرر وضمن 8 محافظات تنتشر فيها تجمعات سكانية للمهجرين من أبناء المحافظتين. الاستحقاق التشريعي سيجري في موعده كما التزمت دمشق به وبعد حملات انتخابية متواضعة مقارنة بسابقاتها. السوريون على موعد مع اختيار ممثليهم إلى السلطة التشريعية في محطة بالغة الأهمية سياسيا ومعيشيا في ظل العقوبات الأمريكية وفق قانون قيصر. محمد الخضر، دمشق، الميادين.